الله يعطيك العافية. إحنا الآن بالمحاضرة الثانية في موضوع الدايلكتريك، بدنا نحل هذا المثال أو نكمل على هذا المثال اللي طرحناه المحاضرة الماضية وشرحناه شوي. في عندك الآن بوزيتيف كيو، شحنة موجبة، وفي هي محاطة هاي الشحنة في دايلكتريك شيل، وقلنا هاي القشرة أو الدايلكتريك شيل هي مادة بولاريزد ماتيريال دايلكتريك، هي مش فري سبيس ولا مادة كوندكتر. هاي المنطقة اللي ما بين الكيو وما بين الدايلكتريك شيل هي فري سبيس، إذا الإبسلون الوحيد اللي هون موجودة هي عبارة عن إبسلون نوت، وبرا الدايلكتريك شيل هي كمان فري سبيس، الإبسلون اللي موجودة هي عبارة عن إبسلون نوت، ولكن جوا الدايلكتريك إحنا في عندنا مادة، وجوا الشيل في عندنا مادة دايلكتريك، وهاي إلها قيمة إبسلون نوت إبسلون آر اللي هي مادة 2. طيب احنا الان كيف بدنا نوجد الالكتريك فيلد والفولتج والدي والبي افري وير مباشره هون عندك الكتريك فيلد بنقدر نطلعه، هون نقدر نطلعه، الدي بنقدر نطلعه من الالكتريك فيلد، الدي بنقدر نطلعه من الالكتريك فيلد، البي هون زيرو، البي هون زيرو، هون في عندك بي، البي كيف بنطلعه؟ لازم نطلع الالكتريك فيلد ولازم نطلع الدي، ومن العلاقة المعروفة اللي هي العلاقة بين الدي والإي بنقدر نطلع البي. هاي هي الخلاصة. الفولتج كيف نطلعه؟ أول إشي هون الفولتج كيف نطلعه؟ هو التكامل للإلكتريك فيلد وتكامل ماينس انتجريشن من إنفينيتي لعند النقطة هاي R، E اللي هون ضد DL راح نتكلم عليها الآن إن شاء الله. سابق كان أنا عبارة عن كوندكتر، ولذلك التارجز كانت عبارة عن free charges. No. الآن في عندنا dielectric shell من radius A برضو outer radius B and there is a plus Q في الأوريجين اللي موجودة point charge and we need to find برضو the electric field E و D electric flux density وال free charge densities هذولا ونطلع potential برضو everywhere. Okay. يعني اللي فيهم الاكزامبل السابق المفروض هذا يكون سريع، راح يكون في عندنا 3 ريجنز 1 2 3 1 اللي هي R 1 اللي هي برا اللي حنبلش فيها، 2 اللي هي جوا الدايلكتريك، 3 المنطقه اللي جوا اكبر من V 2 R between A and B واخيرا ريجن 3 اللي هي R اصغر من A. اوكي نيجي ريجن 1 يوزنج جاوسز لو ريجن 1 اللي برا هيها ريجن 1 هاي عندك انت الان الدايلكتريك شيل اللي هي الاسود السوداء، خلينا نكبرها شوي اللي هي السوداء هيها. الان انا رسمت الجاوس سيرفيس برا، رسمت الجاوس سيرفيس برا ونصف قطره، قديش هذا الجاوس سيرفيس؟ هيها خلينا نرسم نصف قطر او خلينا نرسمه بخط احمر، نصف قطره قديش؟ نصف قطر R. إذا أنت الآن بدك تطلع الإلكتريك فيلد اللي برا الناتج على الكيو وبنفس الوقت تطلع الفولتج، الفولتج طب الإلكتريك فيلد الناتج على الكيو باستخدام قانون جاوس أو هذا جاوس سيرفيس، شو هي الكيو الفري اللي جوا الجاوس سيرفيس؟ بس هاي صح ولا لا؟ بس البوزيتيف كيو هاي ما في عندك، ما بناخذها بعين الاعتبار لأنها باوند تشارج، باوند تشارج. إذا أنت لو بدك تأخذ قانون جاوس اللي هو تكامل دي دوت دي اس بيساوي كيو انكلوز، طبعا سامحونا على الخط، انتم تعرفوا انه هاي فيكتور فيكتور تكامل دي دو دي اس بيساوي كيو انكلوز، هاي الكيو انكلوز هي بس ايش؟ الفري مش الباوند. هل هاي فري؟ فري، هاي فري، هاي اللي هون مش فري، مش فري، علشان هيك بس بناخذ بعين الاعتبار هاي الكيو اللي جوا دي دوت دي اس، الدي اس هذا الجاوسيان سيرفيس هيو، شو نصف قطر مساحه سطح الكره نصف قطرها ار، مزبوط. خلينا نشوف انتجرال دي دوت دي اس يساوي كيو انكلوز، ها يعني علقنا اول امبارح انه الكيو انكلوز ات هاز تو بي ا فري تشارج دنسيتي، ذيز تشارج دنسيتي اللي موجوده على الانر والاوتر ذيز ار نوت فري تشارج دنسيتيز، ذيز ار polarization charge densities لأنه في عندنا dielectric shell وليس conducting shell، راح نطلعهم هذول الرو بي اس انر والرو بي اس اوت راح نطلعهم في اخر السلايد. اذا كيو انكلوز شو راح ناخذ الجاوشن سيرفيس؟ سفير راح تاخذ الجاوشن سيرفيس سفير اوف راديوس ار، فالليفت سايد يبقى زي ما هو دي ار في 4 باي ار تربيع زي دائما، now right side إذا بتأخذ هيك sphere what's Q enclosed within the sphere هي plus Q بجريرة.
أي polarization charge جوا السفير is not taken into consideration here as well. لحالها راح تظهر الآن تأثيرها في الإلكتريك فيلد انتنسيتي. So Q enclosed within the sphere هذول ما بنعتبرهم ما بنعدهم هي plus Q فقط لحالها. So that's plus Q لحالها. ومنها بيطلع المعادلة D1 يعني في region 1 R هات Q على 4 phi R في الـ Now we need E. العلاقة بين E و D. D تساوي epsilon في E. وبما أن region 1 is free space إذا D تساوي epsilon naught في E. يعني معلش لو تاخذ الدي 1 هاي تقسم على ايبسلون نود واعطيك اي 1 سو اي 1 تساوي ار هات كيو على 4 باي ايبسلون نود ار تربيع. ناو وي نيد بي مباشره قانون كولوم او قانون جاوس اللي احنا حكينا عنه في سميناها اول امبارح بولاريزيشن فيكتور. حكينا البولاريزيشن فيكتور في الهواء عباره عن زيرو ما في الهواء از نوت بولاريزابل سو بي 1 تساوي صفر. أخيراً نيد V1 Q على 4 باي إبسلون نود R اللي هي نفس اللي طلعناه في الإكزامبل السابق. أنا بتذكر بدي أطلعها شو بدي أكتب V1 يساوي ناقص إنتيجرال من إنفينيتي ل R E1 دوت D. هيا أنت الآن قاعد تتعامل هاي هون E1 صح ولا لا؟ E1 مظبوط. الآن أنا بدي أطلع الفولتج هون شو بيساوي التكامل من سالب إنفينيتي الريفرنس عندي لعند ال R. هاي هال R E دوت دي ال. اي نو اي انو اي منهم الاي 1 اللي هون جوا. طب افرض انا كنت بدي اياها الاي هون جوا بدي الفولتج بدي اياه جوا هون بدي اقول ناقص انفينيتي لعند بي من بي لعند ار. هاي احنا نجي عليها بعد شوي. حكينا دائما الابسوليوت بوتنشال از ذا ورك دون تو موف ا يونت تشارج من انفينيتي للنقطه للنقطه وين هاي موجوده هي برا موجوده برا هي بعدها ار. So, زي ما مكتوب على السلايد السابقة تساوي ناقص انتجرال من انفينيتي لآر اي 1 دوت دي ال وبطلع المعادلة المشهورة. اوكي ناو وي نيد ريجن 2. ريجن 2 يعني جوا الدايلكتريك انسايد ذا دايلكتريك. برضه راح ممكن نطبق مثلا جاوسز لو. شو راح تكون كيو انكلوزد وذين اسفير هي برضه كيوب هي برضه كيوب. البولاريزيشن تشارج هاي الموجودة هنا ما بناخذها على اليمين اوكي ما بناخذها بنأكد انه اليمين في جاوسز لو دائما شو بكون فري تشارج دنسيتي فري تشارج فقط ولذلك الدي ما راح تختلف يعني معادلة الدي. الآن احنا قاعدين نحكي عن المنطقة اللي جوا المنطقة اللي جوا هاي الجاوس سيرفيس اللي هو الأخضر الأخضر الكيو انكلوز جواته شو هي كمان نفس الشيء كيو في ميديوم 2 هي نفس معادلة الدي في ميديوم 1 دي 2 ار هات كيو على 4 باي ار تربيع. ناو شو راح يختلف؟ اي راح تختلف نعم لأنه الاي راح تصير هنا تتقسم على ابسلون الابسلون جوا الدايلكتريك هي ابسلون نوت ابسلون ار يعني هنا كانت ابسلون نوت فقط هنا لا هاي مادة دايلكتريك فيها ابسلون نوت ابسلون ار بدك تقسم على ابسلون نوت ابسلون ار. حدا بتذكر شو سمينا ابسلون ار اول امبارح؟ دايلكتريك كونستانت او ريلاتيف بيرميتيفيتي. الاشهر حكينا عنه اللي هو دايلكتريك كونستانت او ريلاتيف بيرميتيفيتي. وات ار ذا يونتس اوف ابسلون ار حكينا؟ ابسلون ار يونتلس ابسلون بحد ذاتها فرايت بيرميتر ابسلون نوت بحد ذاتها كاركتر ميتر. منيج ناو بي هل في عندنا بولاريزيشن فيكتور جوا الدايلكتريك؟ نعم العلاقه اللي اخذناها اول امبارح بي تساوي دي ناقص ابسلون نوت في اي واخذناها بطريقه ثانيه اول امبارح كتبنا دي تساوي بي زائد ابسلون نوت في اي حكينا قيمه الدي جوا الدايلكتريك اكبر من قيمتها بالهواء الزياده هي في هي بي بس خذ الابسلون نوت دي على الجهه الثانيه صم في تساوي دي 2 ناقص ابسلون نوت في دي 2 واكدنا اول امبارح انه هاي ابسلون نوت وليس ابسلون يا اخوان اكدناها اول امبارح هاي ذيس از ابسلون نوت وليس ابسلون. اوكي بتجيب الدي 2 هاي بتحطها هنا بتاخذ الاي 2 بيطلع عندك ذيس از بي ذيس از ذا بولاريزيشن فيكتور جوا الدايلكتريك وهذا امر يعني مفروغ منه انه البي هي موجوده جوا ماده الدايلكتريك وهذا قانون احنا اخذناه انه الدي بيساوي بي زائد ابسلون نوت في اي احنا اخذنا منه بي بيساوي دي ناقص ابسلون نوت في اي. اخيرا يريد البوتنشال جوا الدايلكتريك
البوتنشال جوا الدايلكتريك كيف طلعناه؟ هو عبارة عن التكامل من سالب انفينيتي لعند R. طب إذا كانت من هون لهون R الآن هيها هاي R تبعتي هاي R هاي R. إذا راح يكون من سالب من انفينيتي لعند B ومن B لعند R. طب من انفينيتي لعند B شو هي الـ E؟ راح تكون E1. طيب ومن B لعند R شو هي الـ E؟ راح تكون E2 اللي احنا طلعناها الآن. يعني قيمة البوتنشال عند أي نقطة جوا الدايلكتريك دايكلي من تطلع المعادلة هاي. وإذا بدك التفاصيل برضو وين موجودة؟ الإكزامبل السابق يعني إذا بدك تكتبها هي تساوي ناقص انتجرال of E1 dot dl ناقص انتجرال of E1 dot dl من إنفينيتي ل B ثم ناقص انتجرال E2 ضد DL من B نعم كله على السلايد السابقة موجودة كله تأخذ كل هاي الأشياء وبطلع عندك This is the potential inside the dielectric وهل هذا متغير ولا ثابت؟ متغير زي ما انتم شايفين في R هنا لأنه dielectric وليس conducting shell أما في الإكزامبل السابق شو طلع البي 2؟ طلع ثابت أخوان طلع ثابت لأنه كان كله في الشد رجع الأشياء في الريجن 3 تكرار نفسه دي 3 هي نفسها اي 3 بما أنه هواء بتقسم على إبسلون نود أخيرا يونيت بي 3 لأنه هواء صفر يونيت في 3 this is في 3 وبتعوض وبتطلع إكسبريشن اللي بدك بتجيب اليونت تشارج من انفينيتي لبي ثم من بي لاي ثم من اي لوين؟ لجوه لجوه يعني اللي هي الار بتعوض بتطلع اكسبريشن اف يو لايك اوكي بنطلع الرو بي اس والرو بي في يعني حكينا مثل ما احنا حكينا في المحاضره الماضيه هون صار في عندك رو بي اس هون في سالبه هون رو بي اس موجبه هون في عندك كمان رو بي في جوا الدايلكتريك امبارح بنبرين الدايلكتريك حطه في الالكتريك فيلد ديسبولرايزد وينتج عن البولرايزيشن ايش يسميناه بولرايزيشن سيرفيس تشارج دنسيتيز حكينا ذير كود بي ار او بي في بولرايزيشن فوليوم تشارج دنسيتي فبنطلعهم الان بنطلع رو بي اس ان رو بي اس اوت ونشوف هل في رو بي في ولا ما فيش في الاخر بنثبت انه كيو بي كامله كيو بي لازم تساوي زيرو رح نكتبها بآخر شيء كيف؟ شو معادلة الـ P dot AN هاد فالرو بي أس على الإنر هي P2 هي عند قيمتها هين dot AN هاد what's AN هاد على الإنر؟ هيك ناقص R هاد what's AN هاد على الأوتر؟ R هي حكيناها في المحاضرة حكيناها هون عندك الآن هون عندك هاي عندك السطح الداخلي هاي السطح الداخلي الـ AN هي الـ Outward Normal اللي طالع من السطح طيب لو اجينا لهون الـ Unit Vector اللي بالاتجاه الراديال شو هو R hat طب اللي من هون للمركز شو بده يكون minus R hat إذا الـ Unit Outward Normal على السطح الداخلي هو minus R hat على السطح الخارجي شو بده تكون R hat إذا جوا N hat هي عبارة عن minus R hat برا هتكون R hat إذا الرو بي اس النيجاتيف راح تكون باتجاه النيجاتيف R hat الرو بي اس البوزيتيف راح يكون اللي هو الاتجاه تبع R hat بوزيتيف R hat حكينا دائما الـ AN hat outward normal away from the dielectric يعني away from the volume فالفهم مين هي الرو بي اس تساوي P2 عند الـ R يساوي A يعني dotted with AN hat الـ AN hat هي ناقص R hat وبتاخذ البي 2 هاي اللي طلعتها وبتحط R يساوي A هي البي 2 تحط R يساوي A بتطلع اللي هي المعادلة واعمل دوت برودكت فبيطلع عندك this is رو بي اس انر ناقص كيو على 4 باي تربيع بين قوسين واحد ناقص واحد الابسلون and then we need رو بي اس وين اوترز نفس الحركة بي 2 عند R يساوي B يعني برا دوتد ويز الاوتورد نورمال شو هو؟ R hat فبطلع عندك this is rho ps على ال out what are the units of rho ps على inner و rho ps على ال out شو اليونت تبعتهم كولوم per meter تربيع اليونت تبعتهم كولوم per meter تربيع
زي الرؤاس اللي بنعرفها بالسابق. Now we need rho PV. المعادلة تبعتها من أول مبارح ناقص divergence of P. يعني بدك تيجي على P2 هاي تأخذ لها divergence. شايف هاي P2 تأخذ لها divergence. In which coordinate system? بلا شك في spherical coordinate system. Notice إنه P إلى فقط R component فقط. فلما تروح على divergence في spherical ستجد في term R زائد another term زائد another term. ولكن terms الثانية هاي مالها أصفار. لأنه في جواها P theta في جواها P phi إحنا في عنا P theta و P phi ماشي so فقط يبقى عندك الترم الأول بدك تطلع بدون ما أطلع فوق ستجد إنه P R فيها واحد على R تربيع فلما تحط هنا إشي على R تربيع R تربيع بتروح على R تربيع D by D R لثابت zero إذا rho P V بتطلع صفر. There is no volume polarization charge density فقط في عندي rho ps inner و rho ps out. هل rho ps هذول the same؟ يعني هل هاي نفس هاي؟ وده negative sign مثلا؟ لا لو تتمعن مظبوط هاي ايه تربيع أكيد الرو بي اس بتختلف عن الرو بي اس اللي هو لأنه هاي موجودة عند السطح إيش A هاي موجودة عند نصف القطر السطح B هن ما بف هن بفرق عن بعض طبعا 100% ولكن مع ذلك I claim إنه the total QP تساوي zero ولكن the total Q لازم أكيد تساوي zero ليش هي جاي بالفيديو نذكر total QP يعني total Q مش يعني density يعني بدك تأخذ الرو بي في هاي تضربها في الفوليوم أو تعمل انتجريشن على الفوليوم بدك تأخذ هذولا تضربهم في إيش في الأريا وتثبت إن المجموعة هاي قصدي هاي الفوليوم هاي أريا هاي أريا يعني اللي فاهمني شو لازم أعمل لازم أخذ هاي وأضربها في أربعة الأريا اللي هي 4 باي A تربيع لازم أخذ هاي وأضربها في 4 باي B تربيع اجمعهم شكرا زيرو بطلع نعم زيرو بطلع نعم هاي من أسئلة الامتحانات اللي بتيجي دائما إنه اتأكد لي إنه مجموعة ال bounded charge densities أو bounded charge sorry ال bounded charge مجموعهم بيساوي zero إذا أنت طلعت الآن rho ps هون على السطح الداخلي طلعتها اللي هي ال rho ps اللي هي surface bound charge density اللي هون وطلعت surface bound charge density اللي هون طيب شو الشحن اللي هون شو قيمتها؟ الكيو اللي هون بتساوي السيرفس باوند تشارج دنسيتي ضرب هاي المساحة صح ولا لا؟ والشحن اللي هون الباوند طبعا الباوند يا اخوان الباوند اللي على الدايلكتريك احنا وي كليم ذات انه ذا توتال باوند تشارج على اللي موجودة بالدايلكتريك الباوند تشارج اللي موجودة على الأسطح واللي جوا على الفوليوم بتساوي زيرو طيب الآن عندك الرو بي اس طلعتها انت على السطح الداخلي السطح الداخلي شو هي الشحنة بتساوي الشحنة بتساوي ايش اللي هي الرو بي اس في المساحة الداخلية وهون الشحنة شو بتساوي الرو بي اس اللي فوق اللي برا على على ايش على المساحة الخارجية طلع الكيو اللي هون والكيو اللي هون اجمعهم مع بعض مع الكيو اللي جوا شو لازم تكون بتساوي طبعا الكيو ايش كمان الباوندد هاي ما لنا دخل فيها ليش انا فري فري لازم يكون بيساوي زيرو مجموعة الرو بي اس هذول هاي وهاي لحالهم ما بيطلع صفر لازم تاخذ هاي الرو بي اس تضرب في 4 باي اي تربيع بعطيك التوتال كيو على الانر تاخذ هاي تضرب 4 باي بي تربيع بعطيك التوتال كيو على الاوتر اجمعهم زي ما انت شايف في نيجاتيف اجمعهم بيطلع صفر لانه الدايلكتريك ماله لانه الدايلكتريك يبقى نيوترال يعني even though هو صار polarized نعم even though في عنا polarization charge densities ولكن هل يشحن هل إلو جواب يصير free electrons moving no ما فيه okay يبقى هاي سؤال إحنا الآن بدنا نكمل شوي ولكن بدنا ننتقل على الكتاب نشوف شو هي الأمثلة اللي ممكن نغطيها من الكتاب لو نرجع بس شوي نعمل مراجعة على الكتاب مثل ما أنا بعودكم دائما كل ما أشرح موضوع بحب أرجع مراجعة أشوف شو اللي ما غطينا طبعا أنت الآن نرد نعيد ونكرر نعيد ونكرر أنت الآن لازم تسمع التسجيلات تبعت المحاضرة كاملة وتفهمها اللي تحط يعني النوع
النوتس وتفهم وتسمع التسجيلات. بعديها ننتقل على ايش، على هاي المحاضره ونفهم شو اللي ايش احنا شرحنا او تم شرحه من خلال التسجيلات. هاي البولاريزيشن ان دايلكتريك، عرفنا البي اللي هو البولاريزيشن، عرفنا كيف بتولد الدايبول، عرفنا لكم ايضا وحكينا لكم شو هي الروبي اس والروبي في اللي الباوند تشارج سيرفيس دنسيتي والباوند فوليوم تشارج دنسيتي كيف بنطلعها. حكينا طلعنا المعادلات المشهوره اللي هي تبعت البي والدي، وايضا طلعنا انه شو علاقه الدي مع الاي، وهي الابسلون اللي هي ابسلون نوت ابسلون ار بالفري سبيس ابسلون بتساوي ابسلون نوت بالماده الدايلكتريك بتساوي ابسلون نوت ابسلون ار. شو علاقه الابسلون ار مع الكاي؟ دائما الكاي 1 بلس كاي بيساوي ابسلون ار، صح ولا لا؟ اللي هي السستينابيلتي 1 بلس ار كاي بيساوي ابسلون ار. حكينا لكم عن الدايلكتريك، او حكينا لكم عن الدايلكتريك كونستنت وابسلون ار والدايلكتريك سترينج. الدايلكتريك سترينج اللي هي عباره عن الماكسيمم الكتريك فيلد كانت اللي هي بتحملها الدايلكتريك قبل ما يصير له بريك داون ويصير ماده موصله او وصل تيار كهربائي او وصل شحنه. حكينا المواد اللي بنتكلم عنها هي مواد لينير ايزوتروبيك هوموجينس شرحناها. الان نيجي على هذا المثال البسيط، مثال دايلكتريك كيوب. دايلكتريك كيوب له سايد ال، يعني طول السايد تبعه ال، السنتر تبعه بالاوريجن، له راديال بولاريزيشن، معطيك البولاريزيشن تبعه بي بيساوي اي في ار، ار اللي هو البوزيشن فيكتور. فايند اول ذا باوند تشارج انسيتيز. شو هو المثال؟ خلينا نشوف، انا اتوقع رسمته ايوه حلو. هذا هي الكيوب الازرق هذا هو المثال. هي المثال دايلكتريك كيوب هي الازرق، طبعا اعتبروا انه سنتر عند الاوريجن، يعني بس يعني الرسمه مش واضحه كثير، تحملونا سنتر عند الاوريجن. الان بده يطلع كل الباوند تشارجز اللي موجوده عليه، الباوند تشارجز كلياتها اللي عليه. طيب هذا المكعب الدايلكتريك شو وين هي مصادر الـ 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 الشحنات الباوند اللي فيه؟ اكيد في عندك على الاسطح 6 اسطح، 1 2 من يعني 3 4 5 6 ويعني 4 جوانب وفوق وتحت، في عندك 6 اسطح عليهم رو بي اس، وفي من جوا رو بي في، صح ولا رو بي في؟ طيب الرو بي اس شو هو تعريفه؟ هو بيساوي بي دوت اي ام. بي دوت اي ام لو اخذنا سطح هذا اللي هون المقابل على الاكس اكسس، يعني هذا اللي هون الاكس اكسس، اخذنا هذا السطح اللي هون المقابل لكم عند، طبعا هو احنا قلنا طوله ال وسنتر عند الزيرو، معناها هون الاكس شو بيساوي؟ ال على 2. هون الاكس معناها بيساوي ال على 2. طيب هون الاكس ثابت ال على 2. طيب شو الاي ان؟ اليونت فيكتور الاوتورد النورمال اللي طالع من الدايلكتريك هو اكس هات، صح ولا لا؟ هي مش واضحه، يعني خلينا نوضحها شوي. يعني هون عندك انت، ها بلاش هذا خط احسن، شو هذا اليونت فيكتور حيكون اكس هات، صح ولا؟ شو اليونت فيكتور اوتورد هون؟ واي هات. اليونت فيكتور اوتورد نورمال هون طالع زد هات، اذا اكس هات. اذا هاي اللي هي ايش؟ عباره عن الان هات، ان هات. اذا الرو بي اس بيساوي بي دوت اكس هات. طيب شو هي الار؟ البي بيساوي اي ار. اذا البي اللي هي اي دوت اي ار هات، يعني حيكون عندك اي ار هات دوت شو بده يكون؟ ان هات. طيب هاي اللي هي ايش؟ الرو بي اس، الرو بي اس، صح ولا؟ هاي اللي هي شو بتمثل لك؟ هاي اللي هي الايش؟ البي. طيب الان هات هو عباره عن شو؟ عباره عن ايش؟ عن اكس هات، صح ولا لا؟ طيب وهاي اي، صح ولا لا؟ طيب شو الار هات؟ هي عباره عن اكس اكس هات، واي واي هات زائد زد زد هات. طيب الواي هات دوت اكس هات شو بيساوي؟ زيرو. الزد هات دوت اكس هات شو بيساوي؟ زيرو. اذا شو اللي حيصفي بس عندك؟ ايش؟ اكس اكس هات، لان الباقي بيساوي زيرو، وهي اكيد شو بيساوي؟ اي اكس، صح ولا لا؟ اي اكس. احنا وين ماخذين هالاكس؟ عند اي قيمه؟ اكس بيساوي ال على 2 لانه السطح المقابل لك. اذا عند اكس بيساوي ال على 2، عوض اكس بيساوي ال على 2 حيطلع عندك اي ال على 2. اذا شو هاي؟ هاي عباره عن السيرفيس باوند تشارج دنسيتي، وهي نفسها موجوده على كل الاسطح. هاي نفسها موجوده على كل الاسطح. طيب انا اذا التوتال كيو شو بيساوي؟ السيرفيس باوند تشارج دنسيتي على سطح واحد
ضرب 6 لأنها موجودة على كل أسطح في مساحة واحد من الأسطح وبتطلع عندك شو هي صح ولا إذا 6 لأنها 6 أسطح في واحدة منها على السطح في روبي أس لا واحدة من الأسطح إحنا خلنا السطح اللي هون المقابل أنت عندكو اللي بتغير فيه دي واي وبتغير فيه دي زد طلعت عندكو إيش الكيو أس طيب الكيو في الروبي في كيف بنطلعها اللي هي ماينس دايفيرجنس للبي طيب ماينس دايفيرجنس للبي ما هي معروفة ما هو هاي يعني ما هو معطيك إياها هي A R يعني شو حيكون هاي ال P بتساوي A X X hat زائد A Y Y hat زائد A Z Z hat شو مشتقة ال A X بالنسبة ل X شو مشتقة ال A Y بالنسبة ل Y شو مشتقة ال A Z بالنسبة ل Z A A A A وماينس ماينس هي طلعت عندكو ال Q V شو بتساوي تكامل رو بي في دي في طيب التكامل هاي الرو بي في صار 3 A وشو حجم المكعب اللي موجود فيه شو هو عبارة عن هاي طولها L التكعيب اجمعوا الكيو اللي ناتج عن السيرفيسز والكيو اللي ناتج عن الفوليوم حيطلع عندك زيرو وهذا امر واقعي ومعناه انه حلنا صح سؤال حلو حلو البراكتس اكسرسايز خلينا نجي على هذا براكتس اكسرسايز حلو سهل جدا انا مطلوب منكم تحلوه مطلوب منكم تحلوه الان هذا مثال 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 معطيك الالكتريك فيلد لمادة البوليسترين ايبسلون ار فيها 52% هاي الالكتريك فيلد بيعبي المادة اللي موجودة بين تو بارلل بليت كاباسيتورز يعني زي كأنه عندك الالكتريك فيلد يعني خلينا نشوف هون يعني بارلل بليت كاباسيتور يعني هاي الكاباسيتور بارلل بليت كاباسيتور هاي في عندك جوا إبسلون آر والمسافة بيناتها شو عبارة عن دي الإبسلون آر قديش قيمتها 2.55% ومسافة دي بتساوي 1.5 مليمتر معطيك الإلكتريك فيلد قيمته قديش 10 كيلو فولت لكل متر تطلع دي طيب دي سهلة دي شو بتساوي إبسلون نوت إبسلون آر في إي صح ولا إبسلون نوت معروفة تبعك الفري سبيس إبسلون آر معطوه لك بالسؤال الإي اللي هي اللي قديش قيمتها 10 كيلو فولت بير متر طلعت عندنا هي 10 قوى 4 ليش 10 قوى 4 لأن 10 كيلو طلعت عندك طيب البي شو قيمة البي 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 بتساوي إيش دائما بساي إبسلون نوت في إي صح ولا بساي إبسلون نوت أو كاي سوري كاي إبسلون نوت في إي طب الكاي شو قيمتها الكاي الكاي مش بتساوي إبسلون آر ناقص واحد صح ولا هيها هيها الكاي الإبسلون آر بتساوي واحد زائد كاي طب الكاي شو بتساوي إبسلون آر ناقص واحد إذن 1.55% إبسلون نوت في إيه طب الرأس شو بتساوي الرأس بتساوي دي دوت إي أن صح ولا هاي أخذناها بالباوندر كونديشن دائما أبدا الرأس هاي الفري يا إخوان هاي الفري تساوي D dot AN 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 طيب إيش هي D هي هدي معطيك إياها والرو بي أس اللي هي الباوند تشارجنس دي بيساوي P dot AN هاي قوانين مهمة جدا جدا لازم تعرفوها قوانين مهمة وبيجي عليها بالامتحان دائما ال P dot AN ال P طلعناها طبعا إحنا قاعدين نتعامل الآن مع سؤال سهل كثير وال D شو بيساوي ال E في دي مش الفولتج بيساوي الالكتريك فيلد في المسافه مش الالكتريك فيلد بيساوي الفولتج على المسافه اللي اذا الفولتج بيساوي الالكتريك فيلد في المسافه سؤال سهل هذا السؤال طيب الكتريك سفير اذا عندك ده الكتريك سفير عندك يعني زي كانه انا رسمته اتوقع هون او نعيد رسمه ده الكتريك سفير له الابسلون ار في 5.6 خلينا نرسمه هاي يعني مش ضابط الرسم بجوز كثير نرسم هون هاي دايلكتريك سفير يعني اعتبروها سفير يعني كرة فيها إبسلون آر بتساوي 5.7 كرة من دايلكتريك إلها راديوس 10 سنتيمتر في هون بوينت شارج 2 بيكو كولوم بوينت شارج بده السيرفس دنسيتي اوف بولار يعني السيرفس شارج دنسيتي هون
تقدر نروح بي اس هون جوا على السيرفيس اوف ذا سفير. كيف بنطلعها؟ طيب احنا تنطلع الرو بي اس، يعني بده الرو بي اس. دائما ابدا دائما ابدا الرو بي اس بتساوي شو؟ بي دوت انها، صح ولا لا؟ طب تنطلع البي، اول خطوه شو بدنا نطلع؟ الدي، ونطلع ايش؟ الاي، صح ولا لا؟ هذول لازم نطلعهم اللي نتجت عن البي. طب تشوف الاي الالكتريك فيل، الالكتريك فيل دائما ابدا اللي هو ناتج عن الفري تشارج ديسيتي. الاي هي هون شو بيساوي عند نقطه على السيرفس؟ شو بيساوي؟ بيساوي كيو، الكيو هي اللي هو اللي ناتج، اكيد استخدم قانون كلهم، او حتى لو استخدمت قانون غاوس حيكون الكيو الكيو انكلوز جوا جوا الغاوس السيرفس. شو هي؟ هي الاثنين بيكو كلهم. اذا الاي شو بيساوي؟ كيو على 4 باي ابسلون نوت ابسلون ار، ار تربيع. شو نسبه القطب؟ ار تربيع من هون لهون، ار تربيع اللي 10 سنتيمتر تربيع. طيب البي شو طلعنا الاي، البي شو بيساوي علاقتها مع الاي؟ البي شو علاقتها مع الاي؟ مش بيساوي كاي ابسلون نوت في اي؟ طيب سوري عوض هون بدل الاي، هي اللي طلعتها انت من قانون كولوم او قانون غاوس، والان عوض بدل كاي، شو تعوض بدل كاي؟ ابسلون ار ناقص واحد، ابسلون ار ناقص واحد. طيب شو الاي اتجاه اليونت فيكتور تبعها؟ شو هو؟ اكيد بالارات، صح ولا هي راديال مظبوط؟ واليونت فيكتور اللي طالع من الفوليوم من هون شو حيكون؟ هذا شو؟ هذا عباره عن ارات. اذا هاي لانها هاي حتكون ارات، وهاي شو اتجاهها حتكون؟ هاي حتكون في الارات. عشان هيك هي هتطلع عندك، عوضها تطلع عندك الرو بي اس بالطريقه التاليه. هذا سهل جدا. اذا احنا اعيدك الشرح تبعه، هي الحل موجود عندك، الحل موجود عندك انت الان. هو في عندك شحنه، هاي كره من ماده دايلكتريك، كره من ماده دايلكتريك، بده الرو بي اس على سطحها، مش طالبين الرو بي بي، احنا طالبين الرو بي اس. تطلع على سطحها الرو بي اس، الرو بي اس دائما ابدا شو بيساوي قانونها؟ الرو بي اس بيساوي بي دوت اي ان، البي اللي طالع من البولاريزيشن فيكتور، الاي ان اللي هو اليونت اوت، اليونت فيكتور اوتورد اللي طالع من الدايلكتريك. طب الاي ان شو هو؟ طالع من الدايلكتريك هون على السطح، طالع من الدايلكتريك، طالع هاي هي الدايلكتريك اللي طالع منه ار هات. اذا خلصنا منه هاي ار هات. طب البي كيف بطلعه؟ بطلعه من الاي. طب الالكتريك فيلد هون على السطح، على السطح شو بيساوي؟ الالكتريك فيلد اللي ناتج عن الفري تشارج، الفري تشارج بس، يعني بنسى الدايلكتريك اللي ناتج عن الفري تشارج. شو بس؟ شو بنسى الدايلكتريك كشحنه بس، شو باخذ بعين الاعتبار؟ انه شو في عندي؟ ابسلون ار. اذا شو هو حيساوي؟ كيو على 4 باي ابسلون نوت ابسلون ار، ار تربيع اللي هي نصف القطر، هاي هي المسافه، ار تربيع اي ار. طلعنا الاي، بنطلع منه البي من خلال العلاقه الشهيره، بي بيساوي كاي ابسلون نوت في اي، الكاي عباره عن ابسلون ار ناقص واحد، ابسلون ار ناقص واحد، طلعت عندك الرو بي اس. حلو هذا المثال، حلو هذا المثال، هذا حلو. الفرع الثاني، الفرع الثاني سهل كثير لانه بدك تطلع الفورس. في مثال، في مثال هون على الفورس، انا بس بدي اياك تعرف الفورس، ما بدي اياك تعرف البريشر. الفورس سهل جدا جدا، بدي اياك تعرف انه قوانين، لانه هون زي كانه بدك تعرف، بدك تطلع هون الكتريك فيلد لماده للبارل بليت كابستور لما يكون في ماده دايلكتريك، مش بس ابسلون نوت، يعني في عندك ابسلون نوت ابسلون، بدي اياك تعرفوها لو سمحتوا. هذا المثال يعني كويس، هذا المثال يعني انا بتمنى انه الان غطينا شويه في ماده الدايلكتريك او الالكتريك فيلد بالدايلكتريك. بتمنى انكم تحلوا الاسئله اللي متعلقه في هذا الموضوع. الله يعطيكم العافيه الان، وبعديها بننتقل ان شاء الله للفيديو.